مرحبا يا حلوين، بتمنى كلكم تكونوا بخير. اليوم بمناسبة عيد الحب، مين محتفل فيكم بعيد الحب؟ أنا بالنسبة لألي هذا النهار بحبه، لأنه مش لحتى أنه نعجق فيه وأعمل فيه سوربرايزات وكل، لا لا، أنا بحب هذا النهار يكون نهار كتير خاص. يعني ما ضروري يكون في عيد الحب لحتى نحن نعبر على الأشخاص اللي منحبهم عن محبتنا لألون، بس فينا نحن نحتفل فيه بطريقة كتير هيك خاصة. يعني فيها تكون طريقة نعمل عشاء بالبيت، أو إذا كنتوا خاطبين فيكن تظهروا تتعشوا برا فهيك مع بعضكم، انه هيك شيء انا بحبه. يعني مع ميوزك هيك رايقه، يعني يكون رومانتيك دينر. بس ما بحب العالم اللي كتير يعني بتعجقها بهذا النهار وبتصير يعني عرفتوا انه ليه انا بدي اجيب كادو بهذا النهار. انا بفضل اني انا اهدي وقت عيدي، وقت يكون في مناسبه بتخصنا نحن اكثر ما انه يكون في مناسبه عيد الحب اللي كل العالم عم تحتفل فيها. بحب اكون يونيك انا بحياتي، ما بحب انه اكون اعمل شيء بيشبه كل الناس. هيدي انا ما بعرف انتو شو رايكم، فبحب يكون في هيك عشاء، يكون في ورده معقوله، انه هيك مش اكثر من هيك. فبليز ما تزيدوها بعيد الحب، اعملوا ميك اب هيك يكون حلو مثل ما انتو بتحبوا، البسوا انتو شو عبالكم وروحوا تعشوا او تغدوا برا مع بعضكم، واحتفلوا وانبسطوا مش بس بعيد الحب، بكل يوم بحياتكم. فاليوم عملت هذا الميك اب اللي هو ميك اب هيك ناعم وميك اب هيك جيرلي، ما كنت حابه يكون قوي الميك اب لعيد الحب. فاذا حابين تعرفوا كيف عملت هذا الميك اب ببرودكتس اسعارها كتير رخيصه، منزلين كمان كولكشن كتير حلوه، خليكم عم تحضروا الفيديو. ما تنسوا كمان تابعوني على موقع التواصل الاجتماعي، وقبل ما تفلوا اذا ما كنتوا عاملين سبسكرايب للشانل اعملوا سبسكرايب هلا، واعملوا لايك للفيديو، واتركوا لي رايكم اذا بدكم اخر الفيديو بالتعليقات. خلينا نبلش بفيديو اليوم. اول شيء حبلش بميك اب الوجه، ولميك اب الوجه رح استعمل البرايمر من شي جلام من نيو كولكشن اسمها لاف دايف كولكشن بمناسبه عيد الحب. وهذا البرايمر اللي بيميزه انه هو اول شيء التكستشر اللي له كثير خفيف، بتحسوه كانه كريم على جل، يعني هو ببين انه هو كريم بس هو جل، اوكي؟ وقد ما هو خفيف يعني مثل كانه مي، ف كتير حلو لكل انواع البشرات، وبينشف بسرعه، يعني بتمتصوا البشره كتير بسرعه، بتحسوا كانكم حاطين شيء على بشرتكم. فحنا رطب وجهي بالبرايمر، عم استعمله كمرطب وبرايمر بذات الوقت. للفاونديشن حاستعمل سكين فينيت فاونديشن من شي جلام بالشيد ساند. هذا الفاونديشن كتير سمعت عنه انه هو بيعطي ترطيب للبشره، خفيف على البشره، وبنفس الوقت بيعطي ميديوم كفرج. فانا طلبته باللون ساند لحتى اجربه، اوكي؟ وهي اول مره عم استعمله صراحه معكم. حاخد 3 بامبس، ما بعرف اذا 3 بامبس كتار، بس مثل ما شايفين هذا هو. اخترت اللون ساند لانه انا مجربه فاونديشن من عند شي جلام قبل باللون ساند، الفول كفرج فاونديشن. كمان كتير حلو اللون وزبط علي، فقلت لازم يكونوا تقريبا نفس الشيء. فعلا اللون كتير حلو، تخطيط الفاونديشن كمان حلو، ليكو يعطي لايت تو ميديوم كفرج. انا كان عندي هون علام اكني بوجهي بعدها مبينه، مش انه عطاني تغطيه عاليه، لا تغطيته هيك خفيفه، وفي اكيد زيت طبقات لانه هن حاطين انه هو بالدبل، يعني بقدر انا زيد طبقات منه لاحصل على التغطيه اللي بدي اياها. بس انا ما بدي تغطيه عاليه، بدي هيك هيدي التغطيه، انا هيدا اللي عايزته لانه هو مكياج للفالنتاين لعيد الحب، فبدي يكون يعني هيك طبيعي، يعني ما بدي يكون حتى سمك فاونديشن كتير تقيل على وجهي. للكنسيلر رح اخد مالتي فيكس كنسيلر اند كولر كوركتر من شي جلام، هيدي اللي فيها كل الالوان ممكن نستعملها للكونتورينج، لحتى نصلح، لحتى نضوي، ولحتى نخفي عيوب بشرتنا. فهي البالت انا كتير بحبها، والتخطيط لها كتير حلوه. سوا شي حاخد هيدا اللون اللي بيجي شوي غامق، ورح طبقه تحت عيوني حتى اخفي الهالات السوداء وما يتغير لونها، لما بدي استعمل بعدين شيء فاتح. حاخد البلندر حادمش بس الاطراف، بعدين حاخد اللون الفاتح ورح ضوي فيه منطقه حوالين العين. سو باللون الفاتح رح طبقه هون، حطبقه بالاخر كمان. وكمان حاستعمل نفس الكونسيلر، حاستعمل لحتى نضف الرسمه حاجبه، اعمله كبيز للاي شادو، وحطه على الجفن.
اخذ براش وراح ادمج الكونسيلر. لاعمل كونتورينج لوجهي راح استعمل ليكويد كونتور من شي جلام اسمه وورم هاني. نزلوا هايلايتر، نزلوا الكونتورينج بالوان اغمق، ونزلوا بلاشز يلي بتعرفون وكتير انا بحبهم، فراح استعمل هيدا وورم هاني. بتستعملي قبل من عندهم ليكويد كونتور وكان اللون شوي فاتح، فطلبت لون هيدا اللون وورم هاني، حجربه على وجهي وان شاء الله يا رب يزبط، لانه كثير حبيت التكستشر تبعهم والدمج تبعهم يعني كثير حلو، فكثير حابه. او شكله زبط اللون، يعني انا كان بدي اياه هيك، لانه على اورنج ولا انه محمر ولا انه كثير على جراي، فهيدا اللون اي ثينك اللي هو لالي. سو الفاونديشن مثل ما قلت لكم انا عم استعمل لون ساند، اكثر لون عم بحبه، فإذا أنتوا بشرتكم هيك حنطية جربوا ساند وجولدن كمان حلو بس أغمق جولدن. وهيدا جبتوا وورم هاني، حأترك لكم الأسماء بالدسكريبشن بوكس تحت إذا حابين أنتوا تشوفون. واللون شكله روعة، كمان عملت كونتورينج لأنفة. عم باخد براش من سيفورا وعم بلش أدمج كونتورينج الجبين لفوق مع الشعرات. انا بحب على طول اعمل كونتورينج شوي هون لجبيني ولا كمان اطراف وجهي، لانه عندي شويه عرض هون، فبحب هيدا اعمل له كونتورينج. لكونتور الخد راح اطلع لفوق بطرف البراش، حاكمشها من هون حتى يكون كونتورينج اخف، ما اكون عم شيل من البرودكت. هلا للهايلايتر حاخد شي جلام، هيدا ليكويد هايلايتر اسمه تي كيك. سو مثل ما شايفين كتير كتير حلوين صراحه، الكونتورينج كتير حبيته. والهايلايتر استعملت منه قبل الفاتح، هلا عم استعمل اللون اللي شوي على جولد، بس بدكم تحطوا نقطتين ما تكتروا لانه كتير قوي. اخذ البراش وادمج فيها الهايلايتر. هذا اللون كمان كتير حلو للبشره الحنطيه، بس حطيت منه شوي على راس الخد، يعني مش للخد كله ولا انه تحت عيني كلها، بس هيك على راس الخد ودمجت بهيدي الطريقه. هلا للبلاش عندنا ساندي بيتش كريمي بلاش كمان من شي جلام، كثير بحبه. انا عم بستعمل يعني هلا هو اكثر برودكت صراحه انا بحبها من شي جلام، بس غيرت شوي بالالوان، والفاونديشن هو الجديد علي لانه حابة كتير استعمله، كتير مبسوطة بالنتيجة اللي عطاها الفاونديشن، لأنه بدي شيء هيك خفيف وبنفس الوقت يرطب بشرة، ما حس إنه حاطة فاونديشن على وجهي. فبالبراش من شي جلام، هيدا اللي كمان اجت مع بلاشز شي جلام، عم طبق البلاش هيك شوي على راس الخد وادمجه لفوق ناحية الهايلايتر تيندمجوا كلهم هيك مع بعضهم. لثبت الكونسيلر تحت العين حاستعمل شي جلام، هيدي انستا ريدي باودر باللون ناتشرال لينن. حاخد شوي من الباودر اللوس باودر، ما حاستعمل البريست باودر، بس شوي صغيره ما رح كتر، لثبت بس تحت عيني. هلا لحتى ثبت كل الوجه وما بدي اعطي تغطيه زياده للوجه، بدي خلي هيدي الجلو على البشره، حاستعمل بريست باودر من نيو كولكشن من شي جلام اسمها لاف دايف رقم مات فور يو. هيدي بتعطيكم يعني بتبين هي كانه بتحسوها مات، بس بنفس الوقت شوفوا لونها على ابيض، اوكي لونها ابيض بس يعني خفيفه، سو هي بتبين انها هي مات وكانه لونها ابيض، بس هي ما بتبين يعني ما لها لون على الوجه. فانا رح اخذ منها بالبراش. سو هيدي الباودر بتعطيكم هيك سوفت مات فينش، يعني بتطفي البشره بطريقه هيك ناعمه، يعني حتى حطيت على الهايلايتر ما طفت الهايلايتر، بعده موجود وما لها لون، يعني بس بتثبت لكم الفاونديشن بطريقه هيك ناعمه، وحقها بس $6.50 على شي جلام. هلا حاستعمل البلاش من شي جلام لاف دايف كولكشن، نزلوا اربع الوان بلاشز بهيدي الكولكشن، حلو فيهم انه كثير هيك سهل انكم تدمجوها، والتكستشر لها منا كريمي ومنا باودري، تكستشر مثل الكشمير، يعني كتير ناعمة وحلوة كمان وببين هيك طبيعية كمان على البشرة. حأعملكم سواتشز للألوان لحتى تتعرفوا عليهم. سو أول شي في عنا روز تو ذا أوكيجن، هذا اللون فيكن تستعملوه كبرونزر وكونتورينج. بعدين في عنا يو ار بي تي، سو هيدا اللون بيجي هيك على بينكش فاتح، كتير فاتح وبناسب الأشخاص يلي عندهم بشرة كتير فاتحة أو بشرة بيضة. بعدين في عنا Don't Pink Twice، هيدا اللون فاتح زهر كتير فاتح،
كتير حلو مثل لون الباربي البلاش بتستعمله الباربي وبيلبق للبشرات الحنطية كمان. اخر لون عنا لون كورال ديالي يورز، هو لون على اورنجي كتير حلو للبشرات السمراء وللبشرات الحنطية. فهلا رح استعمل روز تو ذا اوكيجن لحتى اعمل فيه هيك برونزر او كونتورينج شوي لوجهي بالباودر، مع اني انا حاطة الليكويد كونتور بس حزيد شوي صغيرة تاتش من هيدا البلاش. فاخدت منه شوي، رح خفف شوي على ايدي. هلا الشغلة اللي ما حبيتها انه كتير بتحسه باودري، يعني دغري نزل كتير باودر، هيدي ما حبيتها. بس رح اعمل هيك شوي كونتور حتى اشوف اللون على الوجه، ليكو بس ينحط ويندمج ما ببين هالقد غامق. سوكا لون اللون حلو، حتى دمجه حلو ما بقع البشرة. هلا للبلاش رح اخد دونت بينك توايس باللون بينكش الفاتح، مثل ما شايفين هيدا اللون حاخد منه شوي. شايفين بس السائل انه كتير بتنزل باودر، بس لناخد منه يعني كل تيابي صاروا باودر. الوان هول البلاشوز كتير بيجمنتد وكتير سهل انه ندمجها على بشرتنا، حقه بس $5. الميك اب العيون حيكون ميك اب كتير سمبل، حاخد لون زهري فاتح ببلندنج براش كبيرة، اي لون بينك هيك فاتح عندكم، بس يكون لون بينك بيزبط مع السكين تون تبعيتكم، يعني حسب السكين تون لبشرتكم نختار درجة البينك اللي بدنا اياها. فانا رح اخد هيدا الدرجة اللي بتناسب السكين تون ورح طبق اللون بكسرة العين، اوكي؟ بس بالكسرة اللي اعطي شوية عبق لعيني، ما حاعطي عبق بلون برونزر او بلون بني غامق، بس بلون هيك زهري ناعم. بزيت اللون عم باخد بنسل براش كتير صغير وعم طبق اللون على خط الرمش من تحت. هلا على الجفن المتحرك حاستعمل هيدا ليكويد اي شادو من شي جلام اسمه ستوري انفولدز باللون البينك، رح حطه على كل الجفن المتحرك مثل ما شايفين، لمعته كمان كتير حلوة. هيك الميك اب بديه يكون كتير ناعم بنفس الوقت، حسوا هيك جيرلي، يعني مش انه ميك اب قوي. كمان رح حط من نفس الاي شادو على من قدام على زاوية العين هيك من قدام. لقلب العين حاخد لون من كروماسون اسمه فيرتيكو، هيدا اي بنسل فيه لمعة، رح طبقه بقلب عيني، رح كمان طلعه شوي لبرا هيك على بس خط الرمش من تحت، شوي شوي على زاوية العين من برا، هعمله كأنه آيلاينر مدموج، يعني حطلعه هيك على الزاوية من برا، هادمجه ببرش هيك صغيرة. استعملت اللاشز، واللاشز استعملتهم من شي جلام، استعملت من عندهم هن هول اللاشز فيهم الخفيف وفيهم القوي، فاستعملت هيدا اللاش اللي بيجي فول لاش بس كتير ناعم، لانه ما بدي يخفي لي الميك اب العيون الناعم يلي انا عملته. وهلا رح انتقل للليبستكس ورح اعمل سواتشز للاف دايف سو ديفوتد ليبستكس من شي جلام. هول بيجوا ليكويد موس ليبستكس، رح فرجيكم الالوان. اول لون اسمه ماي توين فليم، هيدا هو اللون. التكستشر لإله هي موس، منا ليكويدي وبعدين بتصير مات، لا اول ما بتحطوه بتحسوا كانه موس، اوكي، على الشفاف وحتى التكستشر تبعيته ومات. فهيدا اللون. الوانهم على فكره كلهم قريبين لبعضهم، الوان نيوت حلوه على براونش بس حلوين. فهيدا بيجي لون هيك فاتح نيوت فاتح، فوريفر مور ليبستيك، سو هيدا هو اللون. وهيدا الليبستيك لونه على بيج، اوكي، بس مش بيج فاتح فاتح، هول الالوان اللي بيلبقوا كتير للبشرات الحنطية والبشرات السمراء، فهيدا لونه. اخر لون هو هارتس انتوينت، هيدا اللون بيجي كمان على محمر شوي، نيود على محمر شوي، فكتير كمان حلو. مثل ما شايفين الالوان كتير قريبة من بعضها، تون الالوان كتير حلو، بيلبقوا لاغلب الوان البشرات، فانا بفضل بتكون لايت تو ميديوم، يعني اللون مش كتير بيضة، لون هيك شوي حنطية لسمرة، بيطلع كتير حلوين الالوان عليها. فانا رح اختار لون هارت انتوينت لانه بدي لون هيك قريبة لطون اللي حاططه. على فكرة هول الليبستكس ما بيتحركوا من محلهم ابدا، انا جربتهم قبل حتى حطيتهم على ايدي وما كانوا ينشالوا ابدا، تعذبت شوي لحتى شلت الليبستكس عن ايدي. مثل ما شايفين ما استعملت ليب لاينر، استعملت دغري الليبستيك، الابليكيتر تبعته كتير حلوة. هلا رح انتقل للجلاسز، كمان وصلني ست جلاسز من نفس الكولكشن، بيجي فيها ثلاث الوان،
سو كمان رح شوف الالوان انا وياكم مع بعض. حبلش بلاف اون لوك ليب جلوس. هول الجلوس بيعطوا ترطيب للشفاف وما بتحسوا انه في شيء هيك ملزق على شفافكم. فحاعملكم سواتش للون. هيدا هو الجلوس، شايفين منه حتى يعني كتير خفيف، منه هيك تقيل يعني تحسوا في شيء على الشفاف. فحلو انه هن مبينوا هيك خفيفين على الشفاف واحساسهم خفيف على الشفاف. تاني واحد هو بلو اوفر يو، تحسوه على بلو بس هو ترانسبيرنت يعني ما له لون ابدا. وثالث واحد هو ثرو وذ لاف، هو ترانسبيرنت بس فيه تنت كتير بسيطه من البينك. سو هول هن الوان الليب جلوس، وانا حاستعمل ثرو وذ لاف لحتى اطبق هذا الجلوس على شفافي فوق الليبستيك اللي حطيته. والليبستيك والجلوس كل واحد فيهم حقه بس 10 دولار. And that's it. وهذا هو الميك اب لوك لعيد الحب. مثل ما شايفين ميك اب كتير سمبل، كتير ناعم، الوان كتير رايقه. ما كنت حابه يكون عم بعمل مكياج عيد الحب بطبقات من الفاونديشن وعيون قويه والبستكس يكونوا بولد، حبته هيك يكون ناعم وهيك فيمينن يعني وجيرلي بنفس الوقت. فان شاء الله تكونوا هيك حبيتوا هيدا الميك اب لوك. واستعملت كلهم شي جلام برودكتس واسعارهم كتير افوردبل، ولاف دايف كولكشن هي كولكشن كتير حلوه نزلت خصيصا لعيد الحب باسعار كتير حلوه. من هيدي الكولكشن شو اكثر شيء انا حبيته؟ اكثر شيء حبيته هو البرايمر لانه بيرطب البشره، يعني بتحسوه كانه موسترايزر عم تحطوا على بشرتكم، فكانه عم تحطوا مرطب وبنفس الوقت برايمر لبشرتكم. حبيت كمان كثير الليبستكس، الموس ليبستكس اللي هن بيجومات كثير حلوين عن جد ما بيروحوا بالهين، يعني مش دغري فيكم تشيلون. فكثير حبيت انه منن تحطوا ليكويد وبعدين بنشفوا بصيروا الشفاف هيك كتير دراي وهيك، لا بالعكس كتير حلوين. التكستشر لهم موس تكستشر وبيعطوا مات فينش كمان، فهولي حبيتهم. يلي اسمه يعني انا كل الالوان صراحه حلوين بس هي هيدي الكولكشن كتير حلوه. حبيت كمان البريست باودر من عندهم لانه ما لها لون، ما بتغطي ولا شيء بس بتثبت الفاونديشن محله. صحيح هي لونها ابيض وبتحسوا فيها الوان بس هن يعني هي ما بتعطي الوان على البشره ابدا وما بتعطي تغطيه على البشره، بس بتكون عم بتثبت لكم الفاونديشن محله وبطريقه مش كتير ناشفه، بطريقه سوفت مات يعني بطريقه هيك ناعمه بتثبته محله. يعني كمان هاي حبيتها وخاصه اذا كنتوا مستعجلين تحطوا فاونديشن بتكون تثبتوا على السريع، فكمان كتير حلوه. هو اكثر شيء حبيته. بالنسبه للبلاشز حلوين بس ما حبيت كيف بطير البلاش، كيف كتير بهرهر من البلاش لما بتاخده منه، مع انه لونه حلو البلندنج تبعه كتير حلو بس ما حبيت هو يعني قد هو بهرهر البلاش. ما بحب الباودرز يلي بيكونوا هيك. ف and that's it. هذا هو الميك اب اللوك لليوم. فان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الميك اب لوك. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل، تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام وتيك توك، وتعملوا لايك للفيديو اذا حبيتوا الفيديو، وتتركوا لي رايكم كمان بخانه التعليقات. وانا بشوفكم مره جاي بفيديو جديد. باي باي.